السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الخياطة والكروشي على اليوتيوب، مرحبا بكل متابعين صفحة إبداعات روح وريحان الخياطة والكروشي على الفيسبوك، مرحبا بكم بكل أصحاب الأنامل الذهبية خياطات ومبدعات الكروشي، مرحبا بكم حبيباتي الجميلات. اليوم البنات جيتكم نوريكم كيفية تركيب الأزرار في ماكينة كوبرا ولا أي ماكينة لي بورتاتيف، هذو كيفاش يركبوهم. أنا ما جبت لكمش زعما حاجه من عندي، كل شيء من هذا الاخر تاعها من الكتيب هذا اللي جمعها، يسموه دليل استعمال. انا يا محتفظه به دائما، لكن منين داك كي تسرى تسرى لها كشعفسه الماكينه نجيبها. واش نحتاجو لتركيب الازرار؟ شوفوا البنات واش نحتاجو. نحتاجو هذا، هذا يجي مع الماكينه، وإلا ما جاش معاه تقدري تشريه البنات، إلا ما جاش معاه تقدري تشريه. النحو درك نوريكم في الماكينه هكذا، لاحظوا البنات النحو هذا في هذه نحيه القدم، هذه نحيها، نجيو نشوفوا كيفاش نركبوه البنات. نركبوه هكذا هكذا البنات، ركبيه هكذا، عفوا البنات، هو ايوا هكذا البنات تركبيه. كذلك نجيبوا عندنا هذه القاعده تجي معاها، كذلك يجوا مع الـ مع الـ مع الماكينه هذه، تعمليها هنايا هكذا البنات. عفوا القاعده هكذا تركب في هذو زوج، دائما نلقاو هنايا زوج ازرار. لاحظوا البنات نحيها ونوريكم كيفاش تركي. شوفي هذه الثقبه، هذه مع هذه، تركب فيها هذه القاعده اللي راحين نعملوا بها الان هنايا باش نعملوا الازرار تاعنا. كذلك اللي تحب تعمل الطرز هذه ثاني مليحه لها. كذلك الان راح نقول لكم وين نديروا الغرز تاع الوسمه، نقول لكم قد الغرزه. شوفوا هنايا في الغرزه تاع التون تلقي ديري حتى الصفر، وهنا ديري حتى الربعة ولا خمسة. هنايا البنات هنايا فوق، هنايا ديري ربعة ولا خمسة، هنايا يعني ديرت ربعة، لاحظوا. وهنايا البنات شوفوا هنايا نديروها هنا، هنايا بين الواحد والصفر، هنايا نركبوا البنات الخيط تاعنا هكذا، نركبوا الخيط في الماكينة هكذا باش تبان لكم واضحه. شوف كي هزيت الهاتف شويه راحت يردح لي، نركبوها هكذا نجيبوا الابره، نركبوا الخيط عادي تاعنا هكذا البنات. انا درت كيما قلت لكم كذلك الغرزه اللي في الاخرى هنايا البنات، ديروا هنايا نديروا هنايا في هذه تاع الزيكزاك، نديرو هنا هكذا ندوروها باش نخدمو. لاحظوا البنات نسحبو الخيط الأسفل هكذا، لاحظوا نجيبو، أنا نجيب غير أي قماشة باش نوريلكم فقط كيفاش نركبو الإبرة مع نركبو هذا هكذا. نحطوا هكذا، نحطوا الابره على حساب هكذا، نهبطوا هذا هبطوها، هبطوا الرجل تاع الماكينه، نجوا هنا نعملوا البنات لاحظوا البنات هاي ركبت لنا هنايا عادي، انا فقط حبيت نوريكم. نزيد نجيب لكم كما نقولوا الزر تاع اربعه كذلك، تقدري كيفاش تعملي كذلك. لاحظوا البنات حطوا ايضا دائما غير فقط كي تجي تركبي في الاول شوفي الابره وين تدخل هكذا، هبطي الرجل هبطي الابره هكذا في هذه وعملي. عفوا نخرج لي الخيط، لاحظوا البنات
ركبنا هذه نزيدو تاع نقدمو هكذا نرفعو الرجل تدوري هكذا باش البنات كما نقولو تركبي الجهة الأخرى نقولو هذوك الثقبين ثني اللي بقاو لك تاع الزر تعملي هكذا البنات دائما ثبتيه مليح هكذا باش كي تجي تخيطي ما كي ديري الإبرة هكذا البنات يخرج لك سوا سوا لاحظي